بصي بقى يا حبيبتي منك ليها، عشان تريحي وترتاحي، وكمان عشان احنا زهقنا من المشاكل ووجع الدماغ، ده غير اننا عايزين نخف الضغط شويه على محكمه الاسره. هنقول لكم عننا كرجاله شويه نصايح عشان الدنيا تمشي. ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. احنا كرجاله ما بنتكلمش بعد الاكل، احنا كرجاله مش بنتكلم بعد الاكل، والنعمه بعد الاكل ما بنتكلم. الراجل ما بيتسالش تاكل ايه ولا قد ايه، الاكل بيتحط قدامه ايا كان نوعه وكميته وبياكل في سلام. اجمع الفقهاء والعلماء قولا واحدا ان الرجاله ما بتحبش الاسئله. الراجل مستعد يحفر نفق في جبل رخام باستخدام معلقه الشرب، ولا انه يتسال هتعمل ايه دلوقتي. احنا بطبعنا كرجاله فاقدين الاحساس بالزمن، والتخطيط الاستراتيجي طويل الاجل بالنسبه لنا هو التفكير في الوجبه الجايه، وساعات بنكسل نعمل كده كمان. احنا بنظبط المنبه من باب اعمل اللي عليك وسيب بقى على ربنا، انما الحقيقه ان 99.9% من الرجاله بيناموا هم عندهم اعتقاد انهم مش هيصحوا تاني. فما تشتغليش الراجل كل شويه بقى واصحى واصحى وظبط المنبه ليه، هو كده كده مش هيصحى. زي ما الست بتبقى عايزه ورد يا ابراهيم، الراجل بيبقى عايز قله البيرسونال سبيس.